الخير، أهلا بكم معنا في لقائنا المتجدد مع منى القاهرة، ومتابعتنا بتتوالى وتتواصل وأكثر من وقفة حوارية، بالإضافة إلى تغطيتنا الإخبارية في جولتنا الإخبارية المعتادة، وأبرز القضايا اللي بتهم المشاهد الكريم واللي بالتأكيد بيغلب عليها في المقام الأول مواجهة فيروس كورونا، واللافت هو الإجراءات الأخيرة الاحترازية اللي اتخذتها الدولة المصرية الأكثر ردعا واحتوائية في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد. البداية بجولتنا الإخبارية المعتادة، وأول محطتنا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهب السيد الرئيس بجموع المصريين الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الإضافية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأكد السيد الرئيس في تدوينة لسيادته على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة أقرت اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابة به. وأكد رئيس السيسي على أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وبكل قوة وتواجه بكل حزم أي محاولات للإخلال بها وبشكل كبير وحاسم وفي إطار القانون، مشدد على أن الرهان الأساسي دائما هو على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات في مختلف المجالات وفي مثل هذه الأوقات الصعبة. تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم اللي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي للاستخدام في أعمال التطهير للمنشآت والمؤسسات المصرية. يأتي تطوير هذه المعدات في إطار مساهمة القوات المسلحة ومعاونة القطاع المدني بالدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. نتابع. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض نماذج من الأجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي. وذلك للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال، وطبقا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية. يأتي هذا في إطار مساهمة القوات المسلحة لمساعدة القطاع المدني بالدولة على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. بالتأكيد الجديد تكتسبه الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا، واللي بالتأكيد بتسير بالتماشي وبالتوازي مع انتشار واتساع دائرة فيروس كورونا على مستوى العالم، وأيضا قوات ردع يعني أكبر ويعني محاولة لإحكام القبضة على أن يكون في تنقلات أو تجمعات كبيرة من قبل المواطنين في هذه المرحلة لاحتواء الفيروس بشكل أكبر خلال الفترة القادمة بإذن الله. معنا على التليفون سيادة اللواء الدكتور سمير فرج المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين.
قرأت حضرتك الإجراءات اللي اتخذت مؤخرا، ويعني فكرة حظر التجوال، وأيضا يعني كثير ربما من الرسائل الإيجابية المصرية اللي بيتم إرسالها في هذا السياق كنموذج في التعاطي بشكل جاد جدا مع تحديات فيروس كورونا. تمام، نقول في البداية أن القرارات اللي طلعت النهاردة هي نتيجة نقول لجنة إدارة الأزمة أو مجموعة إدارة الأزمة اللي تشكلت. وعلم إدارة الأزمات ده علم موجود في بيدرس عندنا في كل الكليات والمعاهد والأكاديميات العسكرية، اللي هي علم إدارة الأزمات. عشان كده مصر تصرفت من أول يوم بطريقة علمية. سيادة الرئيس بصفة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى كلف رئيس الوزراء بأنه يعد طاقم إدارة أزمة لإدارة هذه الأزمة الخطيرة. طبعا رئيس الوزراء عمل مجموعة أزمة، بدأت هذه المجموعة تعد لإدارة هذا الموضوع، وعينت طبعا متحدث رسمي للأزمة وهو وزير الإعلام ومعه وزيرة الصحة، ومن كل يوم إن شاء الله من بكرة هيبدأوا يدوا التصريحات حول مسارات الأزمة. أهم حاجة في الأزمة دي لإدارة الأزمة أنها بتحط سيناريوهات مختلفة وكيف تتصاعد الأمور طبقا للموقف. وأهم حاجة في الأزمة دي عندنا هي بتبقى عدد المصابين والمتوفين. عشان كده كل ما العدد بيزيد بتاع المصابين والمعرضين بتبدأ القواعد بتاعت إدارة الأزمة أو سيناريوهات تتخذ إجراءات تحريزية أكتر وأكتر وأكتر. النهاردة إحنا وصلنا إلى السيناريو الثاني. السيناريو الثالث بقى اللي هو هيبقى أوحش سيناريو، اللي إحنا لا يعني من المفضل ألا نصل له. وده هيجي إزاي؟ هيجي بإن أفراد الشعب تلتمس أو تلتزم بالأوامر اللي أداها رئيس الوزراء النهاردة عشان ما نختلطش أكتر وأكتر. لأن الواحد لو مصاب وراح البيت وقلنا العيلة 10 هيبقوا النهاردة 11، يطلعوا مرة مع تانيين، فهنلاقي الأزمة هتكبر وتكبر. وقدامنا بلاد كتيرة زي إيطاليا وزي فرنسا وزي ألمانيا وزي أسبانيا، فمش عايزين نصل لهذه الدرجة. فعشان كده صدرت النهاردة هذه التعليمات عشان نحد من انتشار هذا الوباء. اللي احنا بنشوفه دلوقتي على الشاشة هو اشتراك القوات المسلحة، إدارة الحرب الكيماوية وهي أحد إدارات القوات المسلحة اللي مسؤولة لو القوات المسلحة تعرضت إلى هجمات ذرية أو كيماوية أو بيولوجية. فعشان كده النهاردة هم طوروا المعدات بتاعتهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي طبقا لمفاهيم اللي هي العالمية. وعشان كده سيادة الرئيس النهاردة بيشوف الكلام ده، وهم دول بدأوا من 4-5 أيام عملية التطهير بتاع دخلنا في مجمع التحرير، المنطقة، الشوارع، الجامعات، هتبقى محطات القطارات، محطات المترو. وده جهد بتقوم به الدولة، القوات المسلحة، لصالح أمن المواطن. وأفتكر لو فعلا تم الالتزام بهذه التعليمات والقرارات الأخيرة ممكن نلمس الأصداء الإيجابية اللي ده في احتواء اتساع، أي اتساع ممكن يحصل للفيروس من خلال الأرقام اللي إن شاء الله تتراجع على مدار الأسبوعين اللي جايين بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء الدكتور سمير فرج المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أصدرت عدد من القرارات الاحترازية المعدة مسبقا لمواجهة فيروس كورونا. وكشف مدبولي عن أن في صدارة هذه القرارات حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، وبالتأكيد هيبدأ تفعيلها في الغد بإذن الله، مع إيقاف حركة وسائل النقل العام أو الخاص في نفس الفترة. صحة وسلامة المواطنين تأتي في المقام الأول، أكد على ذلك تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا. وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن حزمة القرارات الإضافية سيتم تطبيقها لمدة 15 يوما، وتضمنت حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي. أنا بأكد هنا أن هذه القرارات اللي هنعلنها هي مداها الزمني هو أسبوعين. القرار الثاني أن بالتوازي مع حظر حركة المواطنين طبعا هيتم إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفترة
من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين سواء عام أو خاص. الجزء الثالث والمادة الثالثة إن ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية أو ما نطلق عليه المولات. كما تقرر أيضا تعليق الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين في كافة المحافظات. ستعلق جميع تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصريح العمل والجوازات ورخص البناء، أي خدمات النهاردة بينشأ عنها أن المواطن بيتحرك ويروح لمصلحة حكومية علشان يعمل خدمة أو يقدم خدمة سيتم تعليق كل هذه الخدمات بالكامل طوال هذه المدة. كما تقرر مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين. مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15 يوم أخرى إضافية بعد انتهاء القرار اللي احنا كنا طلعناه قبل كده اللي هو كانت انتهاء معاد انتهائه يوم 29 مارس. من جانبه صرح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن قرار حظر حركة المواطنين لا ينطبق على الصحفيين والإعلاميين. من ضمن الفئات اللي هي تقتضي أو المرتبطة بالاحتياجات الطارئة وفق نص القرار بتاع رئيس الوزراء دي اللي يقدرها مأمور ضبط القضاء يبقى من بينهم طبعا الإعلاميين والصحفيين، لأن ظروفهم بتقتضي أنهم يعني يشتغلوا في أوقات متأخرة، بس ده مش معناه أنه الكل يشتغل. يعني إحنا عاوزين تقليل، أنا اللي بناشد هو العاملين في الإعلام وفي الصحافة أنه العمل يكون في بأقل عدد ممكن من العاملين والصحفيين. كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم بدء العمل بتلك القرارات اعتبارا من 25 من مارس الجاري. تحقيق أعلى معدلات الأمان للمصريين أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال إجراءات احترازية وقائية إضافية قوية لا تؤثر على متطلبات الحياة اليومية، وتشدد على ضرورة التعامل بكل حزم على كل من يخالف تلك الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. طبعا مهم يكون الوازع موجود داخلنا احنا كمواطنين، وازع الوطني، وازع الحفاظ على الحياة، لانه بالتاكيد هو من الاولويات. وايضا يعني فكره من لا يقوم بذلك في قوه ردع قانونيه، وحيكون في متابعه وعقوبات صارمه لاي مخالفين لهذه القرارات. اتوقف مع القرارات نفسها وفكره ان هي مكمله لبعضها البعض وتصب في رافد واحد من خلال ما تابعناه مما اعلن عنه اليوم رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وفقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معنا المزيد من المتابعة والتحليل عبر الهاتف الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار. أهلا بحضرتك أستاذ خالد، مساء الخير. أهلا بك يا أستاذة، مساء الخير عليك وعلى كل الناس. قرأت حضرتك لهذه القرارات واللافت فيها دلالات التوقيت، أهم الرسائل اللي بيتم إيصالها في مرحلة بالتأكيد بتتعاظم فيها تحديات فيروس كورونا، يعني ربما مصر أوفر حظا من كثير من الدول الأخرى اللي بالتأكيد ابتدى الفيروس يكتسب أبعاد أكثر حدة فيها. يعني أنا أعتقد إنه كلنا متفقين إنه القرارات بتأكد من جديد إن الدولة كلها بتتحرك تحت شعار واحد أو لتحقيق هدف واحد والحفاظ على حياة كل مواطن مصري. يعني الأولوية الأولى الحفاظ على حياة المواطنين، الأولوية الأولى حماية الشعب المصري، وهو في النهاية بيصب في مصلحة حماية الدولة نفسها. القرارات هي قرارات حاسمة، أعتقد قرارات قوية بتأتي استكمال للقرارات السابقة اللي صدرت طوال الأيام الماضية واللي بتحد من حركة الناس وتحد من التجمعات. خلينا نقول إنه الشعب المصري الغالبية العظمى من الشعب التزمت بالقرارات اللي صدرت طوال الأيام الماضية، يمكن كان فيها أقلية في أماكن معينة لم تلتزم بهذه القرارات، كانت بتعرض نفسها الحقيقة للخطر وبتعرض كمان أسرهم والناس اللي بتحبهم للخطر. وعشان كده كان تأكيد رئيس الوزراء النهارده بشكل قاطع ان وزارة التربية وهي بتنفذ قرارات حظر التنقل
ستطبق القانون، وقانون الطوارئ بينص على ان العقوبات بتبدا من غرامه 4000 جنيه وتصل الى عقوبه الحبس، وده على فكره شفناه في كل دول العالم. والقرارات يا استاذ خالد جامعه مانعه، بمعنى ان هي تشمل المواطنين، تشمل التجار والمحال التجاريه، المؤسسات التعليميه، الجهات اللي بتقدم خدمات للمواطنين، ان يتم تعليق العمل فيها مؤقتا حتى لا يكون هناك تجمعات كبيره زي الاحوال المدنيه والشهر العقاري وغيره الحقيقه. فيعني فكره العمل كمنظومه، وان انا اخاطب مختلف الفئات لأغلق أي ثغرات ممكن من خلالها يعني الفيروس يزداد انتشاره. متابعة أخيرة وسريعة من حضرتك على الجزئية دي. أنا بتفق معاك، لأنه اللي احنا قلنا إن كان في أقلية للأسف لم تلتزم في الفترة الماضية، وكان في انتقادات واسعة وكان في مطالبات واسعة من الشارع المصري بيطلب الشعب أن يتم تطبيق مثل هذه القرارات. الشعب كان بينتظر هذه القرارات، وانا اعتقد انه ان شاء الله في الايام القادمه سنرى استدامه كامل من كل ابناء الشعب المصري اللي اثبت وعي كامل، ان الوعي هو السلاح الحقيقي اللي الشعب المصري بيمتلكه في مواجهه كل التحديات. بشكر حضرتك جزيل الشكر سيد خالد ميري. شكرا. أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الاستعدادات لبدء تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وأكدت أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر، ويكون في تضافر وتلاحم المنشودين مع الجهود اللي بيبذلها رجال الشرطة لتنفيذ هذه القرارات وضمان عدم الإخلال بها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأمن الدولة المصرية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. الوزارة شددت على أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفين لهذه التعليمات. بناء على اتفاق بين وزير الداخلية ووزير الدولة للإعلام، تم استثناء الإعلاميين والصحفيين من قرار حظر حركة المواطنين وفقا لجملة من الضوابط، كما تم تحديد شروط استضافة الضيوف على الهواء في وقت الحظر. بنستمر في متابعتنا مع حضراتكم، وبالتأكيد تم تحديد من يستثنوا من هذا القرار لظروف عملهم الحيوية وأهمية يعني ما يعول عليهم القيام به في مثل هذه الظروف اللي بتمر بها البلاد، وبالتأكيد طبعا القطاع الصحي هو في المقام الأول بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين وفقا للضوابط اللي تم الإفادة بها. وزارة التموين والتجارة الداخلية ذكرت أنها طرحت كميات كبيرة من المطهرات بالمجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين. تأتي هذه التأكيدات وسط أيضا تأكيدات كبيرة من قبل الوزارة بتوافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع يكفي لستة أشهر. أكثر من 500 مخزن ينتشرون بمحافظات الجمهورية تبدو على تلك الشاكلة، 19 سلعة توجد بتلك المخازن لصرفها لبقال التموين. لدينا ما يكفي من كافة أنواع السلع الأساسية والضرورية، وطبقا لتعليمات معالي وزير التموين تم طرح في منافذ التي تتعامل مع المستهلك النهائي عبر الشركة المصرية لتجارة الجملة جميع أنواع المطهرات والديتول والكولونيا واللافندر. ف30 ألف بقال تموين يحصلون على تلك السلع لتوزيعها على أكثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من الدعم. 19 سلعة موجودين في منظومة التموين، منهم سكر، رز، زيت، ألبان، سمنات، مساحيق بمختلف أنواعها، جبن مختلف أنواعها، كل ده متوفر. الجديد في الأمر هو ضخ كميات كبيرة من المطهرات بالمجمعات الاستهلاكية. ولأن العبر بالتنفيذ على الأرض، فقد انتشرت تلك المطهرات بأكثر من 1400 مجمع استهلاكية ينتشرون بمحافظات الجمهورية. فبطول الدولة وعرضها تنتشر المجمعات الاستهلاكية، نصيب كل مجمع منها يكفي احتياج كل منطقة يتواجد بها من تلك المطهرات. كل حاجة متوفرة وكل حاجة كتير ونعمة كتيرة والحمد لله والله. بنشكر الحكومة، بنشكر كل واحد ان هو قدر يوفرها لنا او يوفرها للشعب عشان تبقى متناول الجميع، وهي موجودة الحمد لله وما فيش زحمة والشوارع فاضية، اللي عايز يجي ياخدها موجود يطهر بها ايده. السلع هي الاخرى يتم ضخها بكميات كبيرة، فالسكر والارز والزيت واكثر من 1000 سلعة تملأ تلك الارفف، وما على المواطن الا الاختيار.
كل واحد بينزل بياخد مستلزمه بشكل يومي وبشكل كامل ومنتظم، والسلع موجوده باي حاجه بنطلبها بتكون متوفره باستمرار، مفيش اي نقص فيها. وعليه في ان استراتيجيه الدوله من السلع يكفي احتياجات المواطن لاكثر من 6 أشهر بحسب القائمين على الامر. رمضان الشحاته، النيلة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العز، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وبده بيرتفع إجمالي حالات الشفاء والتحول من الإيجابية للسلبية من مصابي فيروس كورونا ل 80 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن يعني بالإضافة إلى من تم شفائهم بالكامل ارتفاع عدد الحالات اللي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 100 حالة. كما أعلن الدكتور مجاهد عن تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة حالة واحدة. أكد السفير الصيني ليادلي تشيانغ في مصر على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، وفي تعقيبه على اتصال الهاتفي اللي جرى بين رئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، عبر السفير الصيني عن امتنان الصين حكومة وشعبا لما قدمته مصر من دعم ثمين للصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد. أجرى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس الصيني، حيث أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين قيادة وحكومة وشعبا على دعم مصر الثمين لها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس في العالم أثبت أن مصائر الدول تترابط بعضها مع البعض بشكل وثيق، فلا بد من التكاتف والتعاون لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يعد عدوا مشتركا يهدد البشرية جمعاء. كما أكد الرئيس الصيني على استعداد الصين لتقاسم ما لديها من المعلومات والخبرات والنتائج البحثية مع مصر، وتقدم المستلزمات الطبية لمصر لدعم جهودها لاحتواء الفيروس. بعد أن عانت الصين منذ ديسمبر الماضي من تفشي فيروس كورونا لديها، وبعد أن كانت الإصابات لديها تتخطى 1000 يوميا، خرجت الحكومة لتعلن أن ووهان منبت الفيروس باتت تستطيع التنفس من جديد. الصين التي اتخذت إجراءات مشددة على مواطنيها رأت فيها ديمقراطيات عدة إغفال لحقوق الإنسان، باتت اليوم تجربتها مثالا يحتذى به من قبل دول العالم المصابة بهذا الفيروس. كيف هزمت الصين الفيروس القاتل؟ تجربة ملهمة مليئة بالأمل. ففي الوقت الذي تصارع فيه أعدى الدول فيروس كورونا المستجد، تبدو الصين أقرب إلى إنهاء معركتها مع الفيروس كوفيد-19. لا يفرق بين دولة وأخرى أو بين الحدود والثقافات وحتى الأنظمة السياسية، يضرب بلا تهادن بنفس القوة، وليس المهم كيف جاء ولكن كيف أمكن التصدي له. منذ انتشر الفيروس في الصين من ديسمبر من العام الماضي من سوق غير قانوني للأسماك والحيوانات قبل أن ينتشر إلى عدد من المدن الصينية ويعبر الحدود، وبدأ الفيروس في التسلل خارج الصين. منذ أكثر من شهرين كانت هناك إصابات تتخطى 1000 يوميا في ووهان وحدها، بؤرة انتشار المرض. أسرة المستشفيات امتلأت بالكامل، وبدأت الصين في إنشاء مستشفيات لاستيعاب الأعداد التي تتزايد بشكل مضطرد. فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، كل شخص مصاب بكورونا يمكن أن ينقل العدوى إلى 2.6 شخص آخر، تستغرق كل منها من 5 إلى 6 أيام، وبعد 10 أجيال من انتقال العدوى يصبح العدد 3500 شخص، وهو ما حدث في كثير من أنحاء العالم. أما ما فعلته الصين هو كسر هذه الحلقة من التداخل البشري بإجراءات صارمة، وصفتها الدول الديمقراطية بالوحشية والمتطرفة قبل أن يبدأوا أنفسهم باتخاذ ذات التدابير لكبح جماح الفيروس. حالة الإغلاق التام والتي اعتبرها البعض انتهاكا لحقوق الإنسان، كانت الصين ترى أنها من أجل الإنسانية والحياة، فإحداث التوازن بين حقوق الإنسان والسلامة العامة معادلة قابلة للتغيير. الصين
استبدلت القليل من الحرية من أجل الصالح العام، ففرضت الحجر الصحي الأكبر والأكثر قسوة في التاريخ، وعزلت منطقة ووهان التي توصف ببؤرة الفيروس، وألغت الرحلات الجوية إليها، وأغلقت الشوارع والمواصلات، وفرضت قيود سفر على أكثر من 40 مليون صيني، وأغلقت المصانع، وبقي الناس في منازلهم. ولمواجهة الأزمة الاقتصادية أعلن البنك المركزي في بايكين ضخ 173 مليار دولار في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد. إجراءات قاسية ومع تطبيقها بصرامة أوصلت الصين إلى بر الأمان. انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس وأنقذت ملايين الإصابات وعشرات الآلاف من الوفاة. الآن الأسرة فارغة وعنابر كاملة مغلقة، وطواقم الأطباء غادرت إلى منازلها لأول مرة منذ قرابة الشهرين، وتم رفع القيود على التنقل في مقاطعة هوباي، ورحبت الأسواق الأسيوية بالأنباء التي تحمل الأمل، فسجلت مؤشرات البورصة في هونغ كونغ ارتفاعاً كبيراً في آخر جلسة تداول. منظمة الصحة العالمية من جهتها أشادت بقوة النظام الصيني وفاعلية التدابير التي اعتمدها، خاصة بعد الإعلان الصيني منذ أيام عن خلو هوباي ووهان من كورونا، الأمر الذي اعتبر أمل من رحم الألم. ووهان تقدم الأمل لبقية أنحاء العالم، لقد علمتنا أن حتى أصعب المواقف قد يتبدل للأفضل. الصين التي سجلت عدد إصابات وصل إلى 81,093 حالة، ووصلت أعداد الوفيات 3,270 حالة، بينما شفي 72,703 حالات من الفيروس، بدأت في إرسال معونات ومساعدات طبية إلى الدول التي تعاني من كورونا المستجد. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالصين بدأت بتصنيع الدواء بعدما أجرت تجارب سريرية. كما تعلمون، أول بحوث الدواء بدأت بعد 60 يوما من بدء انتشار الفيروس من الصين، وهذا يعد إنجازا عظيما. أزمة وإن طالت لا بد لها من نهاية، وبيد الدول والحكومات وبوعي من شعوبها أن تقرر كيفية الخروج من هذه الأزمة، إما منتصرين وإما نادمين على قرارات لم تتخذ من أجل اعتبارات لا تساوي حياة الإنسان. بالنظر إلى ما وصلت إليه أعداد الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا على مستوى العالم على مدار الأيام القريبة الماضية، وبعد ما تحول الفيروس إلى وباء وفق توصيف منظمة الصحة العالمية، وبالفعل مدير عام المنظمة تدرس أدهانوم كان استشرف اللي هيحصل في الأسابيع القادمة، وقال إن هتزداد الإصابات والوفيات، وربما دول هتلحق بإيطاليا إن هي تكون في الواجهة كبؤرة كبيرة لهذا الفيروس. نظرة للمشهد المتعلق بفيروس كورونا، وأين نقف الآن سواء على مستوى العالم أو الدول اللي نجحت في الاختبار بشكل كبير أو يعني أخفقت بشكل كبير، وربما دول أخرى تقع في خط الوسط. معنا على الهاتف دكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل. أهلا بحضرتك يا دكتور عبد الهادي، مساء الخير. أهلا وسهلا. قراءة حضرتك للمشهد على خلفية الأرقام والتحليلات العلمية الأخيرة فيما يتعلق بفيروس كورونا، حضرتك تقول إيه فهم؟ والله الحقيقة أنه يعني في بلاد على مستوى كبير من الإمكانيات والصحة وفي المجال الصحي يعني بتشكل في محافظة هذا الفيروس، نتيجة أنه الناس مش مستجيبة، والأشخاص يعني أو الكبار المسؤولين في هذه الدول مش مدين الاهتمام الكافي بتنفيذ تعليمات الصحة العالمية في العزلة والبقاء في البيت والحاجات دي، لأنهم نطاطين للموضوع من ناحية اقتصادية زي الولايات المتحدة. يعني يكفي انك تعرفي مدينة زي نيويورك كل يومين ونص بتتضاعف فيها عدد الحالات،
وانه اصبح ما عندهمش حتى الوسائل اللي ممكن تحمي الاطباء، ولذلك في عندهم نسب عدوى بين الاطقم الطبيه سواء ممرضات او اطباء او عاملين في المعامل. وده ممكن يحصل في اي دوله يعني، عشان كده القرارات اللي اتخذت النهارده قرارات حكيمه وفي موضعها، ويجب ان تؤخذ بمنتهى الصرامه زي ما حضرتك اشرت في التقرير كده. انه هل علميا الفيروس بحدته واتساع انتشاره معمول له محطات او مراحل او سيناريوهات؟ ولو كنا بنتكلم في هذا الاطار، يعني ايه السيناريوهات الموجوده واين تقف دول زي ايطاليا، اين تقف الصين الان، واين تقف مصر ايضا في هذه المرحله؟ ولو نجحنا في الاختبار في الاسبوعين اللي جايين ان شاء الله، يعني ممكن نقول احنا متجهين الى اين ايضا يا دكتور؟ شوفي السيناريوهات معروفه، اما انه يحصل مع موجات الحر اللي جايه قد يكون نشاط الفيروس هيقل شويه، وده غير مثبت علميا علشان نكون واضحين، يعني منظمه الصحه العالميه قالت ان ما فيش دليل على كده، ده قياس على فيروسات مشابهه فقط يعني. بالضبط بالضبط، لكن قد يحدث هذا. السيناريو الثاني هو انه الناس يعني تتلم في بيوتها شويه وتقطع الحلقه بتاعه العدوى، لان زي ما حضرتك اشرت برضو او التقرير اللي اتباع انه الاشخاص الواحد في الاول ممكن يعدي من 2 ل 3 او 2 و 6 من 10، بعد كده يصل الى ان هو مع الانتقال والاتصال الجسدي ومع الحياه العاديه ممكن جدا يصل الى انه يعدي 3 يعني، بيتحول الموضوع من متواليه عدديه الى متواليه هندسيه. فالمساله مش هزار يعني، حتى ايا كان امكانيات النظم الطبيه فلو جالها هذا الطوفان من الحالات اللي محتاجة دكاترة ومحتاجة فنتليترز أو جهاز تنفس صناعي ومحتاجة أكسجين ومحتاجة سي تي وحاجات كتير جدا، هيبقى أي نظام بيقع من خلال هذا. أرجوكم ما يعني لا يجب أبدا على الشعب المصري العظيم اللي وقف وقفات قبل كده كتير انه يستهتر بهذا ويوقع حكومته ويوقع الرئيس. طبعا الحقيقه بيتخذ قرارات، لان احنا مش بنتعامل مع مرض او فيروس فقط، ده عدو فتاك، فيعني يجب ان يكون لدينا الاسلحه حتى نحسم المعركه لصالحنا، وان شاء الله ده اللي يحصل. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. انا اللي بشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الهادي لحضرتك على هذه المداخله. مستمرين مع حضراتكم، النهارده عندنا وقفتين حواريتين ليس ببعيده عن فيروس كورونا وتحديات، ولكن ربما على اكثر من صعيد. هيكون في بعد اجتماعي يعني دوما بتجدر الاشاره اليه، لان تضافر الجهود المجتمعيه هي واحده من الادوات الكفيله بمواجهه هذا الفيروس وضربه في مقتل إن شاء الله. وتجدر الإشارة بالتأكيد إلى كثير من الرسائل اللي وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفاء بيوم المرأة المصرية، وتجديد سيادته أيضا على أهمية تضافر جهود المجتمع لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة طبعا لوقف حوارية أخرى حول الوضع الطبي والصحي وما قال إليه وضع فيروس كورونا حتى الآن وآليات المواجهة الاحترازية الصحية أيضا في مواجهة الفيروس سواء في مصر أو على مستوى العالم. كونوا معنا بعد هذا الفاصل فيما نقل.